السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم معايا في قناتي ستيب باي ستيب، معاكم ميس شيماء. النهاردة ان شاء الله اول حلقة او اول درس في شرح منهج ساينز لجريد 4، منهج ساينز او منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي. ساينز مقرر على مدارس التجريبي لغات وكمان المدارس الخاص لغات. اوكي، المنهج شيق جدا، سهل جدا، وان شاء الله لو ذاكرنا اول باول مش هيبقى فيه اي حاجه صعبه علينا، والطفل هيستمتع وهيطلع بمعلومات قيمه للغايه ان شاء الله. اوكي، عندنا كونسبت 1 بيتكلم عن الادابتيشن اند سيرفايفل. ادابتيشن اند سيرفايفل يعني ايه ادابتيشن يا ميس؟ ادابتيشن يعني تكيف، سيرفايفل يعني البقاء على قيد الحياه. تكيف وبقاء يعني ايه برضو مش فاهمين؟ هنعرف كل ده بالتفصيل. طيب تعالوا نشوف activity number 1 علشان نفهم اكتر يعني ايه adaptation او تكيف. بيقول لنا you can explain، هل تستطيع ان تشرح لنا او توضح لنا؟ طيب تعالوا نعرف هو عايزنا نوضح ايه. اولا عندنا 3 pictures، 3 صور. picture 1 فيها صورة للليزرد، تقريبا سحلية. السحلية دي موجودة في الديزرت او among the rocks، بين الصخور. بيقول لنا اسمها ستارد اجما ليزرد، ستارد اجما ليزرد اللي هي سلحفاء العجمة او الاجمة. اوكي، يبقى ده اسمها، دي نوع من انواع السلاحف اللي بتعيش في الديزرت او في الصحراء، اسمها اجما ليزرد او سحلية العجمة. اوكي، في نمبر 2 بيقول لنا دي صورة للبالم تري، كلنا عارفين البالم تري او النخل او النخيل. اوكي، نمبر 3 human being اللي هو الانسان، دي صورة لبنوتة موجودة على البيتش او ذا بيتش، ومعاها واضح انها بتصيف يعني. اوكي، طيب التلات صور دي معناها ايه؟ برضو تعالوا نفهم مكتوب تحتهم ايه. بيقول لنا do you notice هل لاحظت how each of the previous living organisms protect itself from extreme hot climate. do you notice هل لاحظت how each the previous living organisms. طيب living organisms يعني كائنات حية. بيقول لنا ان الثلاث صور دي كل صورة فيها كائن حي، سواء animal او plant او human being. اوكي، طيب كل كائن حي من دول protect itself، protect يعني يحمي، itself يعني نفسه. كل كائن من الكائنات الحية الموجودة قدامنا في الـ 3 pictures دول يا اصحابي protect itself from extreme hot climate. extreme hot climate يعني ايه؟ hot climate يعني المناخ الحار او الطقس شديد الحرارة. اوكي، extreme يعني شديد، hot climate يعني المناخ الحار. هيتكرر معانا كتير، ياريت الحاجات دي نحفظها. يبقى معانا ورقة وقلم نكتب فيها الاكسبريشنز الجديدة او الكلمات الجديدة زي living organisms الكائنات الحية، verb protect او فعل protect معناه يحمي، extreme hot climate اللي هو المناخ شديد الحرارة. طيب يعني برضو سألنا سؤال، بيقول لنا do you notice how each of the previous living organisms protect itself from extreme hot climate. خدت بالك كل كائن من الكائنات الحية التلاتة دول بيحمي نفسه ازاي من درجة الحرارة العالية او من الطقس الحار؟ طيب بيقول لنا في نمبر 1 الستارد اجما ليزرد that lives in the desert التي تعيش في الديزرت protects itself بتحمي نفسها by finding يعني يجد، by finding يعني بإيجاد، انها تجد shaded area يعني مناطق ظل during a hot sunny day اثناء اليوم المشمس الحار. اوكي، to keep its body cool علشان تخلي جسمها ابرد او تحفظ جسمها ان هو يفضل بارد ما يبقاش حار. فبتعمل ايه؟ بتلاقي اماكن فيها ظل زي الجحور اللي هي ده اللي هي فيه، ده اسمه جحر، يعني مكان بين تو روكس يبقى فيه ظل لان هي بتعرف تستخبى من الشمس فيه. فكده بتعمل ايه؟ to keep its body cool. خلاص، يبقى عرفنا اول حاجة الستارد اجما ليزرد بتتغلب على الهوت كلايمت بانها ايه؟ finding shaded area، انها تجد مناطق الظل during a hot sunny day في اليوم المشمس، وكمان ده بيخليها تحافظ على درجة حرارة جسمها باردة. طيب تاني حاجة بيقول لنا palm trees او palm leaves. palm leaves اللي هي اوراق النخيل، مالها؟ ازاي بتتغلب بقى على الهوت كلايمت؟
بيقول لنا انها are covered with waxy layer to protect them from extreme hot climate. Are covered يعني مغطاة with waxy layer. Waxy layer يعني عليها طبقة شمعية، مغطاة بطبقة شمعية to protect them بتحفظها from extreme hot climate، بتخليها ما تتأثرش بالطقس الحار أو شديد الحرارة. اوكي، يبقى عرفنا ان البالم ليفز او اوراق النخيل are covered with waxy layer. Waxy layer to protect them from extreme hot climate، علشان تحفظها من الطقس الحار جدا. طيب عندنا picture number 3، تعالوا نشوف الهيومن بينج او الانسان بيعمل ايه علشان يحمي نفسه من الهوت كلايمت. بيقول لنا human being protects itself protects himself from extreme hot climate by using umbrella، باستخدام الامبريلا اللي هي الايه الشمسية، and light clothes، وكمان بارتداء الملابس الفاتحة. طبعا احنا عارفين يا اصحابي ان احنا لما تبقى الدنيا حر ما ينفعش نلبس لبس غامق او dark clothes، ده بيخلينا ايه نمتص، بيخلي جسمنا يمتص اشعة الشمس، او الكلوز نفسها او الملابس بتاعتنا بتمتص اشعة الشمس وبتخلينا نشعر بالحرارة وبتبقى الدنيا hot جدا. فبننصح دايما ان احنا نلبس light clothes على الشط او في الحر او في الصيف عموما. وعشان كده هنلاقي مثلا البلاد زي المملكة العربية السعودية الناس هناك معظمهم بيلبسوا الجلباب اللي هو بيبقى لونه ابيض، وده علشان درجة الحرارة عندهم حارة جدا، فاللون الابيض بيعكس الحرارة وبيخليهم يحسوا ان هم يعني protect himself from extreme hot climate. اوكي كده عرفنا الستاريد اجما ليزرد والبالم ليفز والهيومن بينج كلهم بيتغلبوا على الاكستريم هوت كلايمت. طيب بيقول لنا هنا ان each of the previous living organisms، كل الكائنات الحية السابقة has different ways، لديها طرق مختلفة to protect itself، علشان تحمي نفسها from extreme hot climate، من الطقس الحار. And these different ways، وكل هذه الطرق المختلفة are known، تعرف ب as، تعرف بإيه؟ كل الحاجات اللي بنعملها دي أو اللي بيعملها الكائنات الحية، الطرق المختلفة لها اسم كده معين أو scientific term اسمه adaptation. 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 التكيف، الverb منه أو الفعل منه adapt. Adapt. يتكيف. أوكي. Adaptation حاجة مهمة جدا أو scientific term أو مصطلح علمي مهم جدا، مفيش امتحان بيخلى منه، فإحنا لازم يا أصحابي نحفظه كويس جدا، نفهمه عشان نعرف كمان نحفظه. طيب تعالوا نشوف تعريف الادابتيشنز. بيقول لنا they are characteristics. They are characteristics. Characteristics يعني صفات، هي مجموعة من الصفات that help، بتساعد living organisms الكائنات الحية to survive، علشان تبقى على قيد الحياة، and و reproduce وتتكاثر in the ecosystem، في النظام البيئي in which they live، التي تعيش فيه. تاني ايه هو الادابتيشنز يا ميشيماء؟ الادابتيشن there are characteristics that help living organisms to survive and reproduce in the ecosystem in which they live، هي مجموعة من الصفات بتساعد الكائنات الحية انها تبقى على قيد الحياة وكمان تتكاثر في النظام البيئي اللي هي بتعيش فيه. اوكي طيب بيقول لنا الادابتيشن occur over many generations، التكيف بيحدث عبر او خلال many generations او اجيال عديدة، خلال اجيال عديدة. طيب عندنا نوت هنا في الجنب بتقول لنا الايكو سيستم او النظام البيئي is an area، هو منطقة in which living and non-living things interact with each other، هي المنطقة او المكان اللي بتتفاعل فيه الكائنات الحية والغير حية مع بعض. ايه هو النظام البيئي؟ هي الاريا او المكان in which living and non-living things interact with each other. Interact يعني تتفاعل مع، بيتفاعلوا مع بعض، هو ده الايكو سيستم او النظام البيئي. اوكي طيب هنا بيقول لنا في النهاية، بيقول لنا in this concept، في الكونسبت ده او الكونسبت الاول او المفهوم الاول من مادة الساينس grade 4 او الصف الرابع الابتدائي، we will study، سوف ندرس ايه؟ اول حاجة types of adaptation. types of adaptation يعني انواع
التكيف، انواع التكيف، تكيف له انواع هنعرفها سوا. كمان هنعرف البلانت ادابتيشنز، بلانت ادابتيشنز اللي هو تكيف النباتات. وهتكون فاكر ان الانيمالز والهيومن بس هما اللي بيتكيفوا، لا كمان البلانتس. زي ما خدنا مثال فوق عن البالم تري وعرفنا ان البالم ليفز بتاعتها كفرد ويز واكسي لاير، احنا كمان هندرس بلانتس تانية كتيرة جدا وهنعرف الادابتيشن بتاعهم. هنعرف كمان humans body systems and their adaptations، أجهزة جسم الإنسان وإزاي بتتكيف، and their adaptations. humans body systems and their adaptations، أجهزة جسم الإنسان والتكيف بتاعها. أوكي طيب، أول حاجة activity 2 هنبدأ بالanimals adaptations أو تكيف الحيوانات. أول حاجة هنتكلم عنها اللي هي البينجوين فات. بينجوين يعني ايه؟ بطريق. بينجوين فيت يعني قدمي البطريق. بيقول لنا look at the following pictures then pot take or false. انظر للصورتين اللي جايين دول وpot take قول لنا المعلومة اللي اتكتبت دي صحيحة او خاطئة. عندنا picture 1 بيقول لنا you can stand on ice in pure feet for about 5 minutes. You can stand on ice in pure feet for about 5 minutes. تقدر تقف على التلج in perfect اللي هي ايه perfect اللي هي الاقدام الحافية وانت رجلك حافية وانت حافي يعني for about 5 minutes مدة 5 دقايق. ترى دي معلومة صحيحة او خاطئة؟ طيب picture 2 بيقول لنا البينجوين can walk on ice for a long period of time. البينجوين يقدر يمشي على التلج او الجليد for a long period of time لمدة طويلة من الوقت. طبعا دي معلومة صحيحة، وفي الصورة الاولى طبعا معلومة خاطئة. الانسان ما يقدرش يقف 5 دقايق متواصلين على التلج لان هو بيحس ان رجله اتجمدت. اوكي بيقول لنا الكلايمت او المناخ، عايزين نحفظ كلمة كلايمت دي مهمة قوي يا اصدقائي. كلايمت يعني مناخ. is considered، considered يعني يعتبر. is considered one reason، سبب for adaptation للتكيف of many living organisms over generations. الكلايمت هو من اكتر الاسباب اللي خلت الحيوانات تلجأ لعملية التكيف علشان تتغلب على الكلايمت. اوكي هو واحد من الريزونز، يبقى في ريزونز تانية بتخلي الحيوان يمارس الادابتيشن. وكمان لازم نعرف ان الادابتيشن نفسه يا اصحابي في ادابتيشن الحيوان بيقوم به، وفي ادابتيشن او في تكيف ربنا خلق به الكائن الحي اصلا او النبات او الحياة او الانسان. فاهمين؟ يعني في adaptation هناخد structural adaptation والbehavioral adaptation، التكيف التركيبي او التشريحي او اللي ربنا خلق الكائن الحي بيه، والbehavioral ده اللي هو السلوكي اللي الحيوان او النبات بيسلكه علشان يعرف يتكيف مع surrounding environment، مع البيئة المحيطة. اوكي تعالوا نشوف adaptation of penguins to survive in cold environment. تعالوا نشوف تكيف البينجوينز او البطاريق to survive علشان تقدر تعيش في cold environment في البيئة الباردة. بيقول لنا unlike most birds، على عكس جميع الطيور، البينجوينز cannot fly، البينجوينز البطريق ما يقدرش يطير. but ولكن they can stand on ice all day، ولكن هم يقدروا او البينجوينز تقدر تقف على الايس او على الجليد طول اليوم. يبقى unlike most birds، على عكس جميع الطيور، penguins cannot fly but they can stand on ice all day، ولكن يستطيع ان هو يقف على الجليد طول اليوم. طيب اول ما هنتكلم على adaptation يا اصحابي، هنتكلم على plants او على animals. اول حاجة نعرفها عن كل منهم الhabitat. habitat يعني الموطن او المكان اللي بيعيش فيه. اوكي بالنسبة للpenguin بيعيش فين؟ penguin in antarctica. antarctica اللي هي القارة القطبية الجنوبية. اوكي antarctica اللي هي القارة القطبية، antarctica القارة القطبية. اوكي يبقى penguin in antarctica lives in a polar climate. polar climate يعني مناخ قطبي. ف
فاكرين الهوت كلايمت هو المناخ الحار، هنا عندنا البولار كلايمت المناخ القطبي. يبقى penguin in Antarctica lives in a polar climate that is one of the coldest places on the earth. هو واحد من أسقع من أبرد الأماكن على الأرض اللي هو القارة القطبية، أكتر مكان فيه جليد وأكتر مكان ساقع على وجه الأرض. أوكي، يبقى ده اسمه البولار كلايمت او المناخ القطبي. بيعيش في اللي بيعيش فيه البينجوين. بيعيش فين؟ بيعيش في الانتاركتيكا، حيث ايه؟ حيث البولار كلايمت او المناخ القطبي. طيب تعالوا نشوف الادابتيشن او تكيف البطريق. البطريق بيقدر يعمل ايه؟ البطريق عنده ايه يخليه يقدر يعيش في المناخ القطبي من غير ما يتجمد ويموت؟ اوكي، تعالوا نعرف. اول حاجه بنتكلم عن اتس بودي، عن جسم البطريق. بيقول لنا البينجوينز بودي از، ده سؤال طيب ده سؤال شائع جدا في كل الامتحانات، بنتكلم دايما عن البينجوينز بودي، عن جسم البينجوينز. البينجوينز بودي از كفرد وذ دنس فيذرز اند ثيك لاير اوف فات. البينجوينز بودي، جسم البطريق، covered with، مغطى ب dense feathers. dense يعني كثيف، feathers اللي هو الريش، يبقى مغطى ب dense feathers، مغطى بريش كثيف. and و a thick layer of fat. a thick layer of fat، a thick layer of fat يعني طبقة سميكة من الدهون. طيب يبقى هو عنده حاجتين، dense feathers and a thick layer of fat. طيب دول بيعملوا ايه؟ keep its body warm. to keep its body warm، علشان تحافظ على جسمه دافئ وما يتجمدش زي ما قلنا. طيب كمان بيقول لنا ايه؟ its feet. its feet يعني رجل البطريق. penguins feet have no feathers. دي رجل البطريق فعلا ما عندهاش ريش ولا كمان عندها fats. طيب ليه رجله مش بتتجمد؟ يعني رجله هو جزء منه اللي بيلامس الجليد، اكتر جزء بيلامس الجليد من البطريق هي الفيت او رجله. طيب رجل البطريق دي حوار كبير يا اصحابي، ومفيش امتحان بيخلى من السؤال عن البينجوينز فيت او رجل البطريق. تعالوا نعرف مع بعض ايه حوار رجل البطريق. بس قبل ما نعرف تعالوا نفهم يعني ايه هابيتات. هنا بيقول لنا الهابيتات از ذا انفيرمنت. انفيرمنت يعني بيئه، البيئة where living organisms live in، البيئة اللي بيعيش فيها الكائن الحي بنبقى نسميها الهابيتات. اوكي تعالوا نفهم رجل البطريق مالها وعايزة مننا ايه. بيقول لنا how do the penguins feed stay warm، ازاي رجل البطريق بتفضل دافية او مش بتتجمد. طيب تعالوا هنفهمها بالراحة، هي سهلة جدا وفكرتها سبحان الله مليئة بقدرة الخالق العظيم، فاحنا هنقول سبحان الله لما نفهم ازاي رجله مش بتتجمد. بيقول لنا the penguins feet stay warm due to. due to يعني بسبب، تساوي because of، تساوي to يعني to او due to او because of، هتلاقوها دايما بيجي وراها السبب. اوكي، due to the way of moving، بسبب طريقة حركة the blood in blood vessels. بسبب طريقة اللي بيتحرك بيها الدم في حاجة اسمها blood vessels. blood vessels يعني أوعية دموية. through خلال its feet، خلال خلال قدمي البطريق. يبقى في طريقة بيتحرك بيها الدم في blood vessels، في الأوعية الدموية الموجودة في البينجوينز فيت. تعالي ونفهم يعني ايه. اول خطوة بتحصل، بيقول لنا ان blood vessels الأوعية الدموية bring يعني بتجلب لأعلى، bring cold blood up. bring up يعني بيجلب لأعلى وبيسحب لأعلى. اوكي، يبقى blood vessels bring cold blood up from the feet. يبقى الدم في القدم اصلا بيبقى سائع جدا، فبتيجي البلود فيسلز او الاوعيه الدمويه، الاوعيه الدمويه بتسحب الدم البارد ده لفوق. اوكي، واذر بلود فيسلز، اذر بلود فيسلز يعني والاوعيه الدمويه الاخرى bring down يعني بتسحب لتحت. اوكي، بتجلب لتحت، بتسحب ايه؟ الوارم بلود. الوارم بلود اللي هو الدم الدافئ، الدم الدافئ اللي هو جاي منين؟ to the feet، بتسحبه تحت للفيت. from the feet from the feathers coated body. بتعمل bring warm blood down يعني بتنزل الدم الدافي اللي موجود في جسمه المتغطي ده بالdense feathers والthick layer of fats، بيبقى فوق
يعني في تحت الطبقات دي بيبقى الدم هناك وورم، بيبقى دافي، فالبلود فيسلز بتنزل الدم الدافي ده لتحت عند رجله، بتنزله تحت عند رجله اوكي، داون تو ذا فيت بتنزله عند الرجل اوكي. ذيس فيسلز الاوعيه دي ويف اراوند، ويف اراوند يعني ايه؟ بتلف حوالين بعضها. يبقى هنا في اوعيه دمويه اخد الدم البارد من الفيت وطالعه فوق، في اوعيه دمويه واخد الدم الايه، الدم الورم من البادي ونازله بيه تحت، واحده طالعه والتانيه نازله، فبيلفوا حوالين بعض. زي بصوا الجزء ده موضح لنا الحركه تمام، وهم بيلفوا حوالين بعض اثناء اللف ده، يعني the warm blood vessels heat the cold blood vessels، هم بيلفوا حوالين بعض بيلمسوا بعض اوكي. لما بيلمسوا بعض الحراره اللي في الدم الدافي بتتنقل للحراره اللي في الدم البارد، فده بيخلي الدم البارد يسخن الدم الدافي. زي ايه؟ زي لما اجيب كوبايه شاي سخنه جدا وجنبها كوبايه ميه ساقعه جدا، ايه اللي بيحصل؟ ان الميه بتبرد، الميه بتدفى شويه، حرارتها بتقل. ليه؟ بسبب انها لمست الشاي السخن قوي ده، فخلى الميه بتاع الحراره بتاعت الميه تبقى ايه؟ تبقى إيه؟ معتدله او تبقى وورم اوكي. هي دي نفس الفكره، بيقول لنا ان وورم، بيقول لنا ذا وورم بلاد فيسلز الاوعيه الدمويه التي تحمل الدم الدافي هيت اب، هيت اب يعني بتسخن، ذا كولد بلاد فيسلز بتسخن الاوعيه الدمويه التي تحمل الدم البارد، سو لذلك ذا هيت ترانسفيرز، لذلك الحراره بتنتقل تو ذا بينجوينز فيت، بتنتقل لرجل البطريق. خلاص كده فهمنا فكرة ان في دم بارد بيطلع من تحت لفوق ودم سخن بينزل من جسم البطريق لتحت، فاثناء الحركة دي بيتقابلوا فبيلفوا حوالين بعض. زي الحركة، زي بصوا الجزء ده باين ازاي، اهو هعمل لكم زوم عليه عشان تشوفوا. في اللحظة دي الحرارة بتنتقل من البارد، من السخن للبارد، فبتخلي رجل البطريق او قدمي البطريق stay warm او بتبقى دافئة اوكي. بيقول لنا this means، هذا يعني that The blood moving up into the penguin's body is not cold and the blood moving down to the penguin's toe is warm. بيقول لنا ان معنى كده ان الدم اللي طالع فوق خلاص ما بقاش بارد، بقى warm، والدم اللي في البينجوينز فيت بقى كمان warm enough to keep its toes from freezing، علشان يحفظ اصابع البطريق من الفريزنج اوكي. طيب تعالوا هنا بقى هنقول السؤال الاشهر على الاطلاق الخاص بالبينجوينز فيت او باقدام البطريق، بيقول لنا give me reason for، اديني سبب ليه البينجوينز فيت help them survive in cold climate، ان رجل البطريق بتساعدهم ان هو يعيش في ايه؟ يعيش في ال cold climate، في المناخ البارد. هنقول because، عايزين نحفظ الكلام ده، احنا خلاص فهمناه، لما هنقراه هنبقى فاهمينه وان شاء الله يثبت. بيقول لنا because blood vessels، علشان الاوعيه الدمويه that carry warm blood from the body weave around the blood vessels that carry cold blood from the feet، علشان الاوعيه الدمويه اللي بتحمل الدم الدافي من الجسم بتعمل ايه؟ weave around، weave around يعني تدور حول ال blood vessels that carry cold blood from the feet. This leads، هذا بيؤدي الى، leads to warming the blood vessels، ده بيخلي ان ال blood vessels يحصل لها warming، warming يعني تبقى دافيه، of the penguin's feet to survive in cold climate، علشان يقدر يعيش في المناخ البارد اوكي. طيب هنا بيقول لنا check your understand، عايز يعرف انت فهمت ولا لا، فيقول لنا potek or false، حط علامة صح او غلط قصاد كل sentence من دول. sentence 1 the blood vessels coming upwards from the penguin's feet carry warm blood. بيقول لنا blood vessels الاوعية الدموية coming upwards اللي هي بتصعد لأعلى from the penguin's feet carry warm blood، بتحمل دم دافي. فولس لان هي بتحمل cold blood، علشان يحصل له ايه؟ يتقابل مع الوارم بلاد اللي نازل من فوق فيلفوا حوالين بعض تبقى warm. طيب نمبر 2 بيقولوا لنا penguins can adapt to live in extreme cold environment by having feathers and fat in their feet. البينجوينز كان adapt، يقدر يتكيف to live، ان هو يعيش في الاكستريم كولد انفيرمنت، في البيئه الشديده البروده، by having feathers،
بان هو عنده ريش اند فات ودهون ان ذير فات. طبعا غلط، احنا عارفين احنا كل اللي احنا بنشرحه ده اصلا لان هو رجله ما فيهاش لا دنس فيزرز ولا فيها فاتس، فبسبب ده بتحصل العمليه اللي حصلت دي اللي هو سبحان الله علشان يعرف البينجوينز يتكيف او رجله ما تتجمدش هو واقف في الجليد. اوكي طيب لحد هنا نكون خلصنا بارت 1 من ليسون 1، لسه في بارت 2 والجزء اللي جاي ان شاء الله في الليسون اللي جاي هنخلص ليسون 1 وكمان ناخد اكسرسايز على الليسون كامل. احنا النهارده اكتفينا بشرح البينجوين والبينجوين فيت واتكلمنا عن تعريف الادابتيشن وعرفنا يعني ايه ادابتيشن، كمان عرفنا يعني ايه هابيتات. رجاءا في نهايه كل الليسن نجمع كده الكلمات الجديده اللي اخذناها علشان الدرس يبقى سهل. لو حفظ الكلمات زي الانتاكتيكا، الدانس فيزرز، وارم، بولار كلايمت، بينجوين، هابيتات، انفيرمنت، كل ده لما الطفل هيحفظه هيبقى فاهم يعني ايه ومش هيبقى بيقرا وخلاص، هيبقى الموضوع سهل بالنسبه له. يا رب يكون الشرح واضح. لو في اي اسئله اكتبوني ده في الكومنتس، وما تنسوش تتابعوني على صفحتي الشخصيه، انا بحط لينك الصفحه بتاعتي على الفيسبوك يعني موجوده عندكم في الديسكريبشن بوكس. يا ريت قبل ما تطلع من القناه تعمل سبسكرايب وكمان تدوس على رمز الجرس. ليه؟ علشان لما الدرس الجديد ينزل يبعت لك رساله او مسج او نوتيفيكيشن يعرفك ان قناتنا نزلت درس جديد. كنت معايا انا ميس شيماء من قناتي قناه ستيب باي ستيب، ودي سلسله شرح ساينز لجريد 4 ترم 1. بالتوفيق للجميع وجود باي.